يعني القصف على منطقة حي الأمل تم بالقذائف المدفعية، ومنطقة حي الأمل هي ليس من ضمن المربعات السكنية التي طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها كما حدث في أوقات سابقة من إخلاء حي الكتيبة وحي المحطة وغيرها من المربعات السكنية في وسط خان يونس. هذه منطقة يعني تعتبر من المناطق الآمنة والتي تقع في مناطق غرب خان يونس، والتي إبراهيم أعتذر منك يا إبراهيم، يعني لو تلتفت خلفك ماذا يجري هناك؟ يعني ربما تسمع هذا نواح وبكاء ذوي الشهداء. يعني هذا نواح وبكاء ذوي الشهداء الذين سقطوا في منطقة حي الأمل. نحن نتحدث عن منطقة اعتبرها الجيش الإسرائيلي آمنة وطالب سكان وسط خان يونس بالتوجه إلى الغرب، وهي تقع في منطقة غرب خان يونس، لكن عدد من القذائف المدفعية أكثر من 10 قذائف مدفعية سقطت على منازل لعائلة الصقر والشقيري والمدهون وغيرها من العائلات، مما أدى إلى استشهاد نحو 4 شهداء فلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين بجروح، من بين الإصابات إصابات خطيرة. هذه هي الأم يعني تبكي ابنها، هذه أم يعني مكلومة تبكي ابنها الذي استشهد في القصف المدفعي العنيف الذي استهدف منطقة حي الأمل. هذه المشاهد هي مشاهد يومية نشاهدها نلاحظها كل يوم في مدينة خان يونس منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة التي تشاهدونها معنا. لكن ربما خلال الأيام الستة الأخيرة ازدادت هذه المشاهد بسبب قساوة القصف الإسرائيلي وكثافة القصف المدفعي والطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة خان يونس. الآن أصوات انفجارات في مناطق أصوات انفجارات كبيرة الآن في هذه اللحظات على شرق خان يونس، وتحديدا هذه الأصوات ناجمة عن قصف على ما يبدو أو قصف مدفعي في وسط خان يونس. هذه الأصوات هي في منطقة في محيط منطقة المحطة ومنطقة الكتيبة، ما زال هذا القصف متواصل. اليوم الغارات كانت فتاكة ودموية كالعادة، كان قبل أيضا ساعتين من الآن استهداف مجموعة من المواطنين كانوا على امتداد الشارع الذي يقف خلفنا، يعني على أقل من 900 متر من المكان الذي نقف به، استهداف لمجموعة من المواطنين بالمدفعية الإسرائيلية، أدى ذلك إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة أكثر من 10 آخرين أثناء قيام المدفعية باستهداف هؤلاء المواطنين الذين كانوا يعني يبحثون عن أي شيء لعائلاتهم من أجل شرائه في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والتموينية. عدد الشهداء وصل يعني منذ 7 أيام وإلى اليوم كل يوم هناك من نحو 60 إلى 70 شهيد يوميا في مدينة خان يونس. لا توجد إحصائيات رسمية حتى هذه اللحظة، لكن يعني بعض المصادر الطبية هم ينتظرون الساعة يعني 5 صباحا حتى يعلنوا عن هذه الأرقام. ويعني بحسب أن كل 12 ساعة يتم الإعلان عن الدفعة أو عن عدد أعداد الشهداء والضحايا جراء العدوان الإسرائيلي. لكن اليوم الغارات كانت مكثفة، دمرت عشرات المنازل، لم يكن 100 المنازل، كان هناك أحزمة نارية